الفنان هو أكثر شخص يتأثر بشكل مباشر بالمحيط. الرسم والاستمرار في الرسم هذا قادني إلى أن أبقى قريب من الورقة والقلم. دائما الفنان يجب أن يكون قريب من محبي فنه ومن الناس. أنا ناصر ثامر، فنان تشكيلي عراقي. مرحلة الطفولة كانت هي متنقلة بحكم عمل والدي رحمه الله في السلك الدبلوماسي، لذلك قضيت معظم فترة الطفولة خارج العراق. هذا اللي كان له تأثيرات على نفسي وعلى شخصيتي بما يؤثر إيجابا على ما أعتقد أنا على في الجانب الفني. أول شيء رسمته في حياتي كطفل كنت مولع به جدا، وهو هذا الشيء هو اللي قادني إلى أن أوصل إلى المرحلة أن أكون بها الحمد لله أقول أني محسوب على الفنانين التشكيليين العراقيين. وهذا الشيء اللي كنت أرسمه هو السيارة. كنت مولع جدا بالسيارات يمكن كأي طفل، ولكن كان هذا الولع يتماشى مع ولعي بأن أرسم السيارة. أنا شخصيا لا أذكر ماذا كتبت وأنا طفل، أي حرف كتبته أو شنو اللي كتبته أو شلون تعلمت، لكن أتذكر كل الزين أول سيارة رسمتها. شجعت على موضوع الرسم والاستمرار في الرسم، هذا قادني إلى أن أبقى قريب من الورقة والقلم والألوان، وبديت بشكل تلقائي أتطور في هذا الموضوع إلى ما هو أكثر من موضوع رسم السيارة. والدي كان الله يرحمه كان يرسم، لكن هو طبعا لم يدرس رسم، ولكن هو كان هاوي رسم وكان يرسم في أوقات الفراغ، وأنا كنت أراقب والدي عندما يرسم. ولكن فترة الطفولة تبقى هناك مشكلة بيني وبين الألوان الزيتية وبين اللوحة، لا أستوعب كثيرا ماذا يحدث. يمكن هذا الموضوع هو اللي قادني أنه أكون فنان تشكيلي بدون تخطيط. لم أفكر في يوم من الأيام أن أصبح فنان تشكيلي. يمكن هذا اللي خلاني أعتبر نفسي ناجح إلى حد ما في هذا المجال، أو ناجح بشكل بسيط ومتواضع، لأني لم أخطط يوما. حلمي كأي حلم أي شاب أو كأي يافع، تمنيت كثير من الأشياء. تمنيت أن أكون سفير كوالدي، تمنيت أن أكون طيار مثل كثير من الشباب ما يتمنون، لكن لم أفكر أن أصبح أو أقول أحترف الفن التشكيلي، لكن هذا جاء بدفع وأنا أقول بهبة من الله سبحانه وتعالى، لأني لم أدرس الفن التشكيلي أبدا، ولم أتعلم ولم أطلب المعونة من أي أحد لأتعلم الرسم والفن التشكيلي. أول معرض بديته كان الدافع مثير للاهتمام. كنت أزور كثير من المعارض التشكيلية، كنت دائما وأنا لم أرسم لوحة واحدة في وقتها. زرت أحد المعارض وكان هذا المعرض سيء إلى درجة
قلت في نفسي إذا كان هذا الفنان عنده الجرأة أن يقدم أعمال بهذا المستوى، فإذا فعلت أنا فلن أكون أسوأ منه بالتأكيد. يعني هذا حقيقة دفعني أنه أتشجع وأقيم أول معرض. اعتبرت هذا المعرض هو الخطوة الأولى، قد تكون الأولى والأخيرة، أو قد تكون الأولى وبعدها خطوات أخرى. أول معرض كان ناجح جدا، دفعني هذا إلى الاستمرار في هذا المجال. مراحل الدراسة اللي هي من مراحل الطفولة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الإعدادية هي كانت تسير بشكل متوازي مع اهتمامي وولعي بالفن. كنت أرسم طوال الوقت تقريبا. أكاد أقول أن حياتي عندما كنت طفل تختلف قليلا عن حياة الأطفال. بالنسبة إلي لا يوجد كرة قدم، لا يوجد لعب في الشارع، لا يوجد اهتمامات أخرى في الرياضة أو غيرها. حتى في مرحلة الشباب الألعاب الشعبية المحببة للشباب، طاولي، دومنا، ورق، أنا هذه لحد الآن ما أعرف ألعبها. هذا اللي كان لأنه كان تركيزي على الرسم بشكل مكثف جدا. وكان طبعا السير في طريق الدراسة اللي وذا كان موضوع مهم شيء بالتأكيد، لكن هذا بدأ يتوضح أكثر عند دخول الجامعة. عند دخول الجامعة كان تأثير الرسم على التعامل في مادة الرسم الهندسي من ناحية تخيل المجسمات وتسقيط المنظور المجسم إلى الاتجاهات الثلاثة. أنا كنت أسرع من زملائي في هذا، حتى كان الأستاذ أو المعيد كان يتخيل أني كنت أعيد السنة، أني طالب سبق ودرست الرسم الهندسي. لذلك كنت دائما في أي مادة رسم، في أي درس رسم هندسي كان خلال أول 10 دقائق تقريبا يأتي الأستاذ عندما يراقب. أنا دائما عندي +5 +10 درجات للسرعة. هذا ساعدني كثيرا في مجال الدراسة. لكن دراستي في الجامعة التكنولوجية المتخصصة في تدريب الطلاب على الدراسة العملية والأمور العملية، هذا ساعدني كثيرا. الفنان التشكيلي هو ليس فقط ورقة أو قطعة قماش من الكانفاس وألوان. درست الهندسة ثم درست العلوم السياسية، لم أدرس الفن، وأنا فخور أني أقول أني لم أتعلم من أحد، بالتأكيد فضل الفنانين التشكيليين العراقيين بالذات القدامى والرواد، لهم دور غير مباشر في التأثير على أي فنان. وحتى دور الفنان العراقي القديم السومري والبابلي هذا هو الذي له الفضل الأكبر على جميع الفنانين التشكيليين العراقيين خاصة. كان أول معرض كما قلت هو الدافع الأقوى للاستمرار في الفن التشكيلي.
اللي أعقب معارض أخرى كثيرة شخصية ومشاركات. طبعا هذا كان في بغداد. يجب أن أقول أن المشجع الأول والأفضل هو المتلقي العراقي. المتلقي العراقي الذي يعرف ويحب ويفهم ويتذوق الفن هو كان مشجعي ومشجع كل الفنانين. لذلك أنا أقول نحن هذا الجيل كنا إلى حد ما محظوظين، اللي كان في وقتها أن العراقيين الموجودين في ذلك الوقت هم بهذا المستوى. عندما تكون هناك كان معارض لفنانين عراقيين شخصية أو معارض مشتركة، كان الحضور يحضر وكأنه يحضر حفلة عرس. الكل في أبهى حلة يحضر معرض فني عراقي. لم يستمر هذا الحال كثيرا كما يعرف الكثيرين طبعا. هذا الأمر وما حصل من أحداث دفعتني إلى ترك بغداد أنا وعائلتي إلى الأردن، وكما فعل الكثيرين طبعا. كنا نتوقع أن نعود بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، ولكن الآن أصبح الوقت هو أكثر من 10 سنوات خارج العراق. قضينا حوالي 5 سنوات أنا وعائلتي في الأردن. استمرت برسم في عمان طبعا، وأقمت معارض في عمان، معارض شخصية ومعارض مشتركة، حتى جاءت ساعة الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أيضا يضطر الفنان إلى أن يبدأ وكأنه يبدأ مرحلة جديدة في حياته. وأنا أقول مرحلة جديدة قد يستغرب البعض، لأنه الفنان هو أكثر شخص يتأثر بشكل مباشر بالمحيط، بالجو، بالألوان، بالأشكال، بالأصوات. قد يكون هذا التأثر أحيانا سلبي وقد يكون أحيانا إيجابي، ولكن هو بالنتيجة مربك إلى حد ما. لذلك يبقى الفنان عليه أن يكون قادرا على أن يستعيد ويعيد تنظيم قدراته لكي يستمر في فنه. أول لوحة رسمتها كانت لوحة تراثية، طبعا أكيد لوحة بسيطة إلى حد ما بالنسبة لأعمالي الآن. هذه اللوحة الحقيقة كانت هي البداية، وكانت تراثية بسبب تعلقي وحبي للتراث. التراث العربي في كل مكان. دراستي عندما كنت في المرحلة الابتدائية، أو نقول الفترة التي قضيتها في المغرب عندما كان والدي هناك، كان هناك ملاحظات للتراث العربي المغربي الشرقي. هذا أثر بي إلى حد ما. وبالتأكيد هناك التأثيرات التراث في كل المنطقة العربية قد تختلف ولكن تتشابه في الكثير من الأمور. يمكن هو حبي للعراق وحبي لبلدي هو جعلني أتمسك كثيرا بهذا المجال. الكثير تناولوا هذا الموضوع، أنا لست الأول، ولكن أعتقد أني تناولت موضوع التراث بشكل يميزني عن الآخرين. طبعا لكل فنان له ميزة، هذا شيء أكيد يعني.
لكن التقنيات التي أستخدمها في اللوحات لا تشبه هذا شيء أكيد، لا تشبه أي تقنيات أخرى. قد يكون الموضوع هو موضوع مطروق وموجود ومتداول، قد تكون الرموز الموجودة أيضا يستخدمها كثير من الفنانين، ولكن تبقى التقنية التي أستخدمها في التعامل مع الزيت أو الأكريليك هذا مؤكد هي تقنية مختلفة، هذا باعتراف الفنانين. وما يؤكد هذا أنه لم يحصل لحد الآن أن استطاع أي فنان أن يقلد التقنية التي أنا أستخدمها. طبعا هذا بالنسبة لي كان ولا يزال ليس كافيا اهتمامي وانشغالي بإيجاد طرح جديد أو أسلوب جديد أو مواضيع جديدة، لذلك فعلا هذا ما حصل، وبدأت أقدم لوحات ليس على الكانفاس، وهي كان على لوحات على مواد مختلفة بأسلوب متعارف عليه فنيا الميكس ميديا. وكان هذا المعرض يدخل فيه الكثير من المواد، قسم منها أستطيع أن أصرح بها وقسم لا، لذلك أقول من الخشب ومن المعادن، وحتى دخل فيها النحت. عندي تجارب متواضعة في مجال النحت، أنا لست نحات ولا أتجاوز على اختصاص النحاتين المبدعين، ولكن الفنان يجب أن لا يقف عند حدود معينة. مشروعي الحالي الذي أعمل به الآن هو إن شاء الله مشروع لمعرض أتمنى أن يكون قريب. هذا المعرض إن شاء الله راح يكون هو نمط ليس مختلف كثيرا، ولكن فيه بعض التحديثات. هذا المعرض مهم بالنسبة لي لأنه دائما الفنان يجب أن يكون قريب من محبي فنه ومن الناس، لذلك كما نقول وكأن الوقت قد آن، وآن الأوان لتقديم معرض. أما بخصوص المعارض المستقبلية أو فيما أفكر فيه من موضوع جديد، الحقيقة أنه هناك معرض جديد وأعمال جديدة أنا أفضل أن لا أتحدث عنها الآن بسبب خصوصية التقنيات المستخدمة وبسبب خصوصية الموضوع نفسه. ما أريد أن أقول كان هناك قلق فيما يخص هذا اليوم في تصوير هذا البرنامج. هذه أول مرة أنا أرسم منذ 25 سنة تقريبا، هذه أول مرة تدخل كاميرا إلى الاستوديو الذي أرسم فيه. هذه الحقيقة أول مرة يدخل شخص غريب إلى الاستوديو الذي أنا أرسم فيه، لم يدخل غريب أبدا، ولم أكن أسمح في كل اللقاءات والبرامج التي كانت تحدث في بغداد وفي عمان أن تدخل كاميرا للاستوديو. أنا كنت أعتذر، وأحيانا كنت أتحايل أضع اللوحة والإيزل في مكان في البيت، ولكن هو ليس المرسم. ما زادني قلق اليوم أنه مخرج الحلقة هو نحات، ونحات ممتاز جدا، لذلك كان دخول هذا المخرج النحات
إلى هذا المكان هو بمثابة تحدي بالنسبة لي وقلق مشروع، ولكن أنا فخور بوجوده، والحقيقة هو وعدني أنه يبقي كثير من الأمور التي رآها في هذا المكان طي الكتمان لحين إعلان المعرض الجديد إن شاء الله. الفن التشكيلي العراقي فن عمره أكثر من 6000 سنة، ودائما أنا أشعر وأقول هذه مسؤولية كبيرة أننا نحن نحمل هذه الرسالة كوننا فنانين تشكيليين عراقيين. هذه مسؤولية كبيرة. قد يختلف معي الكثيرين ولا يتفق أني أقول بعض الأشياء. البعض يقول أنت لم تتخرج من معهد أو من أكاديمية فنية، أنت دخيل. نعم أنا دخيل، أنا عندي هبة من الله، عندي هدية من الله، هو أعطاني هذه الهبة. نعم لم أدرس، ليست عندي شهادة فنية، ولكن أنا أعتقد أني قادر على أني أفرض نفسي في يوم من الأيام إن شاء الله كفنان تشكيلي. الذين يتعاملون بالفن، دع الناس هي تقول عليك أو عليك أنك فنان تشكيلي أو أنك فنانة تشكيلية، لا تضعين هذا اللقب لاسمك ولا تضع هذا اللقب لاسمك أنت بنفسك. هذا اللقب الحقيقة هو يوهب من الناس، ولا تستطيع أن تحصل عليه بمسكك للفرشاة أو بالتعامل مع خامة الكانفاس. الحرف العربي في لوحاتي واضح وتأثيره واضح ويكاد يكون كثيف. الحرف العربي هو بحد ذاته لوحة. الحرف العربي حرف جميل يختلف كليا عن كل الحروف في اللغات في العالم. لذلك وجود الحرف العربي هو بالنسبة للوحات التراثية هو يضيف الكثير لللوحة التراثية، يكاد يكون جزء مكمل للوحة. ولكن أيضا الحرف العربي سلاح ذو حدين عندما يدخل اللوحة. التعامل مع الحرف العربي، وجود الحرف العربي، الكلمات، الآيات القرآنية، البيوت الشعر عندما تدخل في اللوحة، يجب على التعامل مع الحرف العربي أن يكون حذر، لأن كما قلت هو قد تسيء إلى المضمون العام لللوحة من الناحية الفنية طبعا أنا أقصد، وقد تساعد في نجاح اللوحة الفنية من الناحية التشكيلية بالتأكيد. وجود المرأة في لوحات ناصر ثامر، أنا دائما أكون كمتلقي عادي أسمع آراء الناس، هذا هو أكثر شيء مهم بالنسبة لي. كل النساء الموجودات في اللوحات هي بدون موديل، هي
من خيالي الصرف. أحيانا أخطط السكيتش الفيجر على اللوحة مباشرة، أحيانا على ورقة وثم أنقلها على اللوحة، وهي تكون امرأة من وحي الخيال. أنا أرسمها بالطريقة التي أنا أراها جميلة، أحاول أن أقترب من ملامح الوجه ومقاييس الجسم للمرأة العراقية. أحيانا قد أبتعد عن هذا الموضوع خاصة فيما يخص ملامح الوجه، ولكن أنا أحاول أن أظهر المرأة العراقية بأجمل صورة، وهي فعلا الأجمل طبعا هذا بالتأكيد. لذلك أنا لا أتقيد بالملامح المرأة العراقية المتعارف عليها، لأنه حتى الرجل العراقي له ملامح متعارف عليها. لذلك لكن هي بالتأكيد تعطي هذا الانطباع من خلال الملابس، من خلال الاكسسوارات الموجودة في اللوحة، تكون مكملة لوجود المرأة العراقية.